نرمين، مثل ما بدينا بتقرير كتير مميز عن الآثار والحضارة السورية، رح نكمل أكيد بالحضارة السورية يلي أكيد بعراقتها بتستاهل نفرد لها حلقات نرمين، خاصة مملكة إبلة. صحيح، مملكة إبلة يلي هي يعني كمكان بسوريا محبب كثير عند ضيفنا دائما باللقاءات، بقلنا إلى حصة بقلبه. أكيد بيسعدنا نرحب بالباحث والدليل السياحي عبد الرزاق الحمسي. يسعد صباحك أستاذ. صباح الخير. وكن عم أنتو بخير. وأنتو بخير والبلد بخير. أهلا وسهلا فيك أستاذ مرة ثانية، ويسعد صباحك. اليوم لما بنحكي عن إبلة، قبل ما نبدأ بكل التفاصيل، ليش هالخصوصية الكبيرة عند الأستاذ عبد الرزاق؟ هلا إبلة لازم نسلط الضوء عليها، لأنه أنا بقول خلقت الحضارة بإبلة. هلا نحن الصراحة في تسطيح تقريبا، أحيانا بنحكي تاريخنا من 200 سنة 300 سنة، بنركز على هالمرحلة، بينما العصر الذهبي لتاريخ سوريا هو الألف الثاني والثالث قبل الميلاد. عصر إبلة وماري وأوغاريت وهالمواقع هي اللي المهمة، هي حضارة سوريا القديمة، لذلك الناس ما بتعرف كثير عنها. وجوهرة هالحضارة القديمة هي إبلة. إبلة بأرشيفها. شو خصوصية أستاذ إبلة كموقع، خلينا نحكي أرشيف كحضارة؟ هلا بعد اكتشاف أرشيف إبلة 1975، معلوماتنا عن تاريخ سوريا وتاريخ العالم تغير، لأنه كان معتمد على كذبة الهجرات من الجنوب، كان أكاذيب وأساطير. وقت إجا صار في عنا وثائق، هلا إبلة قدمت وثائق، هلا بنحكي بتفاصيل شو هي الوثائق اللي صلحت كثير من أخطاء التاريخ المنطقة. لأن احنا تاريخنا تقريبا من 150 سنة بدأوا سياسيين مشبوهين هن يكتبوا تاريخنا، لذلك إبلة غيرت كتير، لذلك بركز عليها، وأنا بتمنى الإعلام الوطني كله يركز عليها. تمام. طب خلينا نحكي أكثر عنا كموقع سياحي، السياح رجعوا يتوافدوا على سوريا، وأكيد حضرتك إذا بدك تأخذ حدا رح تأخذه على إبلة. خلينا نحكي عن تجارب السياح اللي لما زاروا هذا المكان، وأحدث هاي التجارب أيمت كانت؟ تقريبا من 3 أسابيع، هي أول زيارة لسائح أجنبي من 11 سنة من بداية الحرب. بعد التحرير طبعا في نشطاء سوريين وراحوا على إبلة، بس كأجنبي وسائح أول سائح دخل إبلة. من أي بلد كان؟ من أمريكا. هو مو بس سائح، هو ناشط وعالم تاريخ ومهتم كتير بإبلة، يعني بده قريب 80 سنة عمره، بده يقضي آخر أيامه كان بسوريا وحصرا بإبلة. هلا للأسف في كتير ناس بتعرف تاريخ إبلة، بس بسوريا لازم يتعرفوا كتير على تاريخ إبلة. هذا الناشط كتير يعني تأثر بالزيارة، وكانت الزيارة بتشكر كان بدها موافقات وترتيبات، لأنه هي قريبة على المواقع المسلحين. قدرنا نحصل بالتعاون مع مدير السياحة بإدلب اللي موجود هو بحما، وهلا بدعوا بقية السياح والأدلة والمكاتب إبلة قابلة للزيارة مع بعض الترتيبات. وهي كانت زيارة كتير يعني حلوة، بس بالنسبة إلي كانت حزينة، لأنه التدمير كتير كان بإبلة. هون بدي أسألك أستاذ عبد الرزاق، التدمير كتير كان شو هو التغيير يلي حصل عليها؟ التدمير إذا بدنا نقول صاب نسبة كبيرة منها، أو كيف كان؟ تسمحوا لي، أمير الإرهاب أردوغان هو المسؤول الأول. نعم. عن تدمير إبلة. نعم. لأنه العصابة مركزين، حتى استخدموا موقع إبلة كحقل رمي. وبالبلدوزرات في ناس مخربين شيء قسم، خاصة إبلة ميزتها هن محاطة بجدار أعجازي سماكته 20 متر، في بعض أجزاء الجدار فايتين عليه بالجرافات، وفي كتير تخريب. بس بالمقابل أنا بقول يلي موجود تحت الأرض لسه كتير، يعني نحن وقت اكتشفنا جزء من إبلة 5% تقريبا من إبلة، الجزء الأعظم يعني في كنوز وفي أسرار كتير موجودة بإبلة ما اكتشفت، لذلك هي كمان للأجيال الجاية. وأنا سمعت إنه في البعثة حترجع، البعثة الإيطالية قريبا حترجع ويناقبوا، واللي بتخرب منصلحه. هذا الترميم أستاذ عبد الرزاق، إذا بدنا نحكي برأيك، ترميم الآثار يلي اليوم للأسف مثل ما قلنا تم انتهاك هاي الآثار وهي الحضارة، برأيك إذا تم عمليات ترميم هل بيغير شيء من أصالة وحضارة ومعالم هي الآثار، أو فعلا نحن بحاجتها لحتى نحافظ عليها؟ لا، هو الترميم دائما بيتبعوا منهجية المسؤولين بالآثار
سواء سوريا أو بالعالم بيتبعوا منهجية بالترميم إنه يرجعوا كل شيء مثل ما كان. هلا لا شك إنه التدمير مو سهل، يعني أنا والسائح اللي رحت أنا وياه من 3 أسابيع يعني كان في غضب وانفعال كتير. يعني هلا وقت سألتيني هلا عم فعل رد إنه شيء محزن محزن محزن، يعني هو كان في استهداف لهالثقافة السورية والحضارة السورية، يعني هي هذا مو منهج مو بقى. هلا هن المسلحين أغبياء بس اللي خلفهم مو غبي، مقصود طبعا. خاصة لأن بعتذر إنه رأس الحرب بمشروع الصهيو أمريكي هو أردوغان، رأس الحربة، وهذا المجرم حط الآثار ودمر بعفرين وصوروا موقع عين دارة بعفرين، هذا المعبد الآرامي الوحيد موجود، 3 مرات قصفوا الطيران التركي. يعني شيء مؤسف، بس يعني أنا دائما بقول لسه سوريا قائمة والشعب السوري قائم ولساتنا عايشين وحنعمره إن شاء الله يا رب. أنتوا وجيلكم كمان إذا بتحبوا نستعرض بعض شيء عن إبلة، لأنه إبلة هي الناس لازم تعرف كتير عنها، وعم يمر كمان معنا صور على الشاشة. هلأ إبلة هي أهم موقع بالخط الحضاري السوري الأول. الخط الحضاري السوري الأول اللي ذكرته قبل هلأ هو حلب، إبلة، حما، مشرفة شرق حمص كتير مهمة، ودمشق. هدول 5 مدن عمرهم 5000 سنة. هلأ 3 مدن منهم لازالوا على قيد الحياة، حياة مستمرة فيهم، هي حلب وحما ودمشق. إبلة هي الجوهرة هاي تبع الخط الحضاري الأول، هي جوهرة الآثار بالعالم. ليش؟ أرشيف إبلة، يعني نحن نرشحك أرشيف إبلة ونحكي عن إبلة كموقع. هلأ إبلة هاي صورة تخيلية عن إبلة، عفواً، هاي صورة تخيلية عن إبلة. إبلة كانت محاطة بأسوار فيها نظام ري، البيوت طلعوا البيوت اللي فيها هي نفس البيوت اللي بدمشق القديمة أو حلب أو بعض البيوت بسوريا، فسحة سموية محاطة بغرف. كان فيها قصر للحاكم وفيها أنظمة سياسية، فيها برلمان، أول برلمان بالعالم. هلأ حنحكي عن هاد كمان من ميزات مملكة إبلة، فيها برلمان، فيها مدارس، فيها تعليم. إبلة أعجاز، ما في مدينة بتعادل إبلة. خليني أحكي على الأرشيف. الأرشيف اللي اكتشف بإبلة هو تقريباً 17,000 رقيم، بيعود لعمره 5,000 سنة. كل المدن اللي كانت موجودة بالعالم مسجلة بالأرشيف، يعني عرفنا تاريخ سوريا وتاريخ العالم من خلال أرشيف إبلة. كتير في قصص، خلينا ندخل هيك، ببلش بالوضع السياسي اللي كان بإبلة. أول برلمان بإبلة، أول برلمان عمره 5,000 سنة، يعني بقال هدول الدول الغربية عم تحاول تعلمنا الديمقراطية، خلقت الديمقراطية والنظام السياسي بسوريا. كان في اكتشفنا رسائل سياسية ودبلوماسية بين ملوك إبلة وملوك العالم. على فكرة إبلة هي كانت عاصمة تقريبا لسوريا وكان لها علاقات قوية مع مصر. على فكرة نحن حدودنا مع مصر من الألف الثاني أو الثالث قبل الميلاد لحد الحرب العالمية الأولى هي كانت سيناء، وإبلة كانت سيطرت على منطقة شرق المتوسط بالكامل. عدد سكان إبلة كان كمدينة محاطة بالأسوار 40,000. 40,000 بهذاك الوقت من 5,000 سنة عدد ضخم، يعني يعتبر عدد سكان سوريا بهذاك الوقت 260,000. يعني أخذ جزء كثير كبير. أنا عم أحكي كل شيء من وثائق إبلة، هذا شيء موثق. وكان إبلة هي تقريبا العاصمة، وكان تتعين حاكم محلي بكل مدينة، وهذا كله في الرسائل الموجودة اللي موجود. هي عن النظام السياسي. الصناعة والتجارة كانت كتير مزدهرة بإبلة، كانت إبلة مدينة صناعية وتجارية. أهم الصناعات بإبلة هي صناعة المفروشات المطعمة بالصدف. هي قطعة من المفروشات اكتشفناها بإبلة عمرها 5,000 سنة. هلأ حتى ببعض الأجهزة الإعلام والتاريخ بيقولوا عمر صناعة الصدف والموزايك بسوريا عمره 150 سنة، لا عمره 5,000 سنة. الصناعة الثانية كانت موجودة بإبلة هي النسيج، صنعوا نسيج من الحرير والكتان والقطن ومع خيط ذهب. شو اسمه حاليا هذا؟ بروكار.
بروكار. والبروكار كمان من 5000 سنة عمره. يعني عم نحكي شيء يعني أرقى الصناعات خلينا نقول عم تطلع من قبلة. تماما. بعدين هي صناعة عصر الزيتون، هي شجرة الزيتون أول موطن لشجر الزيتون كان بإبلة، واكتشفنا معاصر الزيتون. حتى اكتشفنا شيء قصة طريفة بأرشيف إبلة، مو طريفة هي كتير مهمة، أنه في ماركتينج تسويق أحد الرقيمات مكتوب إذا أردت أن تعيش حياة طويلة وصحية كل زيت زيتون إبلة. يعني كان شاطرين بالتسويق كمان. حلو. كان في بالنسبة كمان للزراعة والمواشي، في على فكرة شجر الزيتون الفستق كمان كانت موجودة ومسجلة بأرشيف إبلة. المواشي صوروا كان في 3.5 مليون رأس غنم هذاك الوقت. قلت لكم عدد سكان إبلة كبلد 260,000، عدد سكان إبلة كمدينة 40,000، عندهم 3.5 مليون رأس غنم. دليل يعني على الوفرة اللي كان والوفرة. الغنم. بعدين أهم شيء بإبلة أنا بقول كيف سيطرت على العالم. إبلة سيطرت على الطرق التجارية بالعالم كله. واللي بيسيطر على التجارة بالعالم هي الاقتصاد رقم واحد، وسوريا كانت اقتصاد رقم واحد لأنه سيطرت على طرق التجارة بالعالم كله. كانت تستورد الأحجار الكريمة مثل اللازورد والفضة والذهب، تصنعهم وتصدر بعدين مجوهرات مصنعة. هي أهم الصناعات بالإضافة للنسيج والمفروشات، وكانت تستورد كمان الخشب من جبال لبنان. لبنان كان اسم جبل ما كان اسم بلد، لا موجود نفس الاسم لبنان يعني أبيض كان موجود. بنحكي كتير كتير عن التعليم. التعليم بدأ بإبلة، اكتشفنا بإبلة مدرسة. مدرسة، واكتشفنا تمارين تبع أطفال مكتوبة، أطفال كاتبين على رقيمات طينية ومصلحة. هاي كان في مدرسة. يلي إعجاز أكثر من هيك، كان في مدرسة لغات أجنبية. ليش؟ لأنه مدينة تجارية صار تعلم السكان لغة أجنبية. هلأ كانت لغة إبلة هي أصل اللغة العربية، بس كان في لغة تانية الأكادية. الأكادية مثل الإنجليزي هلأ، لغة الأعمال ولغة البزنس، لذلك علمون. واكتشفنا قواميس بأرشيف إبلة، قواميس 36 نسخة من القواميس بين الترجمة بين لغة إبلة واللغة الأكادية. أسطورة جلجامش إذا بتسمعوا فيها، وجدنا بالأرشيف نسخة عن أسطورة جلجامش. هذا بالنسبة للتعليم بدنا نحكي كتير. بالنسبة للطب، الطب كان مزدهر جدا جدا، والإعجاز يلي بإبلة من 5000 سنة عقد أول مؤتمر طبي بالعالم عالمي مو محلي، وهذا موجود بأرشيف إبلة. وكان يستخدموا، اكتشفنا نصوص طبية وعلاجية بأرشيف إبلة. اكتشفنا بأرشيف إبلة نصوص قانونية، يعني مو بس قانون حمورابي، كان في نصوص قانونية وإدارية متطورة جدا بأرشيف إبلة. يبدو كتير عم أحكي عن أرشيف إبلة. هلأ إبلة مثل الأجانب بيقولوا لي إبلة معشوقتك، فعلا هي هذا الغنى الحضاري، هي الحضارة. هلأ أنا كتير عم ركز لأنه لازم الأجيال تعرف إبلة. تمام. أنا بزعل أنه العالم كله، في علماء الآثار بالعالم بيعرفوا عن إبلة، بسأل هون عن يعني تعتمد. شو السبب برأيك أستاذ عبد الرزاق لما منشوف أول برلمان والتطور الطب والأهمية التجارية، ومنشوف أول الصناعات الراقية اللي طلعت من إبلة بالضبط، ليش نحن يعني ما في هذا الإلمام إن كان من هلأ خلال سوريا؟ ما نلوم حدا، نلوم حالنا، لأنه نحن كنا عم نقدم تاريخ سوريا بطريقة أول شيء خرافات وأساطير، وتاريخيا بطريقة ناشفة. هلأ أنا عم أحكي بلغة بسيطة وبالعامية، وأنا مقصد أني أحكي بعامية مشان يلي عمره 7 سنين وعمره 70 سنة يفهم علي. هلأ كان يطلع علماء التاريخ يحكوا بمصطلحات برونز وسيط. هلأ إذا قلت لك إبلة برونز وسيط، لو متخرجة طب تفهمي شي علي؟ لذلك لازم نحن نقدم تاريخ سوريا بوجبة لذيذة صحيح وبسيطة. وبسيطة نحن تقصير منا، وفي لعبة سياسية طبعا، مثل اللي عم يخرب الآثار ويكسر الآثار، في ناس عم تشوه تاريخ سوريا سواء من سوريا أو برات سوريا. صحيح. لذلك هدول لازم نوقفهم عند حدهم. وأنا بقول، أنا قلتها هون وزعلوا مني، يلي عم يقدم تاريخ سوريا بشكل مشوه لازم يتعاقب.
مو بس اللي يتعاقب، لانه في حتى بيظهروا بأجهزة الاعلام وبيحكوا شيء بيحكي من عقله وشيء بيخبص. نحن لازم نعتمد اعاده تاريخ سوريا بناء على وثائق، وثائق إبلة وماري وأوغريت، والوثائق السرياني والآرامية، وثائق. وبعدين تاريخنا مشرف، وتاريخنا المشرف هذا إذا علمناه للأجيال بيصير بيحب بلده أكثر، ما بيعود بيأذيه. يلي بيحب شغلة ما بيعود بيأذيها، يعني صار في أذى للبلد من ناس نتيجة جهل بعراق نتيجة التاريخ جهل. لكن كان شو نحن، أنا بعتذر من بهالجملة هاي، قدموا لنا تاريخنا أتراك وتورات وبيقولوا لنا انه اجوا ناس من برا عمروا، لا، نحن عمرنا سوريا وعمرنا كثير. نحن حكمنا روما، عمرنا روما. في مهندس سوري ابولو الدمشقي هو عمر روما وعمر كثير مدن رومانيه. نحن بنقول لا، اجوا ناس عمروا. وهلا في تركيز، يعني انا بستغرب كثير، بستغرب كثير انه في تمجيد للعثماني. العثماني ما العالم ما عرف اقذر منه، بس اللي اقذر منه هو اللي عم يمجده. بعد الحرب على سوريا اختلفت كثير الصوره طبعا، لذلك هي مسؤوليه كبيره. نعم، انا ما عم احكي بصفتي لا باحث ولا سياحه ولا شيء، بصفتي مواطن. عيب علينا بقال لازم نوقف. انت عم تحكي كلام، يعني هذا شوي انفعلت لانه عيب. انا من وقت ما كنت بصف الرابع ابتدائي لهلا ببحث بتاريخ سوريا. طبعا. لقيت في اكاذيب كثير. هلا مسؤوليه الكل، مسؤولية نعم الكل استعزة. مثل ما مسؤوليتنا عن حرب العراق. يعني الحديث يطول، بدنا نعتذر من حضرتك، صار وقت الموجز. أكيد إلنا لقاءات دائما، وأنت ضيفنا يعني المحبب ومن أهل البيت دائما، أكيد رح نكون لنا لقاءات قادمة. بدنا نشكرك اليوم لوجودك معنا الأستاذ عبد الرزاق. شكرا كثير لكم، وسوريا وباقية ومنتصرة. أكيد. سبق أني كررتها قدام فرح كثير هالجملة. والموت بيركع لقاسيون، ونحن باقيين. وعم احكي شوي على سلبيات، بس نحن الاجابات كثير، وايماننا بالله كبير، وايماننا بقائدنا وجيشنا كبير. كل الشكر لك استاذ عبد الرزاق، بدي اتمنى لك بقيه نهار حلو. شكرا لكم.